كان اليهود دائما ما يفتخرون بالانتساب الى سيدنا ابراهيم عليه السلام، وسيدنا اسحاق عليه السلام، وسيدنا يعقوب عليه السلام. كان هؤلاء اليهود يظنون ان هذا يكفيهم وليس هناك داع للعمل والايمان. ولكن الحقيقه ان تلك الامه العظيمه قد خلت ومضت. لها ما كسبت من خير، وعليها ما اكتسبت من شر، كما ان لكم ما كسبتم من خير، وعليكم ما اكتسبتم من شر. لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم فإياكم وأن تختروا بالانتساب لهم فالعبرة في الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة وطاعته واتباع رسله فخير لكم أن تصلحوا أعمالكم وتتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخلوا في ملته وفي الإسلام فجميع الأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاءوا بالإسلام فدعوة جميع الأنبياء تتفق في أصول الدين كالتوحيد وعبودية الله والإيمان بالبعث والحساب والحث على مكارم الأخلاق ولكن الله لحكمة جعل هناك اختلاف بين الأمم في الشريعة والمنهاج وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام كمنهاج وشريعة دين رحمه وحب وسلام فاحل الله للناس كل الطيبات وحرم عليهم كل الخبائث ووضع عنهم الاغلال ويسر لهم العبادات وخفف عنهم